اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده الاكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. ودايما لما بنعمل اكل او بنعمل طبق نفسنا فيه، مدرسة المغازي بتقول نبحث جوه الأكلة والماتيريال بتاعتها والمكونات بتاعتنا، ونشوف إيه الدهون اللي موجودة والزيوت اللي موجودة والحاجات اللي ممكن تؤدي لسمنة فيها كوليسترول عالي شوية، فيها سعرات حرارية عالية شوية، وهكذا من القبيل. النهاردة هعمل السمان. السمان يعني حاجة لطيفة كده ما بتاخدش وقت كتير في السوا. هعمله مشوي طبيعي، مش هنعمله محشي بالفريك ولا اي حاجه، وهنعمله مع خضار سوتيه. مشكلتنا مع الخضار السوتيه لو ما اتعملش بزبده او بسمنه ما بيبقاش له طعم. ايه المشكله لما نعمله بزيت زيتون وفليفر من الاعشاب، شويه روزماري مع شويه ريحان شويه زعتر، بيبقى طعم الخضار السوتيه لطيف وحلو مع سمان مشوي بميه البصل بفليفر حلو كده، ونشوف اسرار عمايله. معانا النهارده كمان شوربه السمك الفيليه من المطبخ الصيني. لا هتاخد لا زبده ولا زيت ولا سمنه، هتاخد زيت سمسم بس، واحنا عارفين زيت السمسم غني باوميجا 3، يعني حاجه لطيفه، يعني يقوي الذاكره، مفيد جدا لاطفالنا والطلبه الرياضيين. هنشوف شوربه السمك النهارده بنقدمها ازاي، وخاصه كبار السن اللي هم الخير والبركه وتاج على رؤوسنا. معانا النهارده كمان قنبله من الحلويات. الباستا فلورا يا اما تتعمل بالعجينه اللي احنا عارفينها، ودي طبعا بتضاهي فطير المشلتت، فيها زبده كتير وعجينه الجلاش وعجينه الملفي وهكذا. انا هعمل النهارده عجينه الباستا فلورا من الشوفان، شوفان البودر اللي هو الناعم هنطحنه، والشوفان الخشن، الاثنين هيختلطوا مع بعض. يساعد على الموضوع ده شويه دقيق العادي بتاعنا عشان تبقى العجينه متماسكه وفيها ماده الجولاتين القويه اللي بتخلي العجينه مطاطه، تبقى لطيفه وحلوه. انا مش عايز اطول على حضراتكم في النظري، هنشرح ازاي، ولكن خلونا مع العملي، ازاي نعمل اكل صحي قيمته الغذائيه عاليه جدا، وكمان يناسب الكبار والصغار، والصغار طبعا اهم بكتير علشان نعودهم على الاكل الصحي، وتبقى مدرسه مطبخنا نعمل اكل هيلثي وصحي. هنروح فاصل صغير، وبعد الفاصل تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع جوز سمان حلوين موصي عليهم الراجل، طبعا جايب لنا سمان حلو، عايزين نشوفه مع بعض كده. يقول لك ايه الفرق بين السمان والحمام؟ الاتنين واحد، الاتنين لحمهم طري لطيف وحلو، ما بياخدش وقت كبير في السوى، ولكن السمان دايما بيبقى الحجم بتاعه محدود شويه، ولا الحمام بيكون طبعا في منه الصغير وفي منه الكبير، والحمام بياخد وقت كبير في السوى. السمان اللون اللحم بتاعه يميل للحمار شويه. انا هعمله دلوقتي مع بعض مشوي مع حضراتكم، ونقدر ان احنا نعمله كبسه، نعمله برياني، نعمله مع الرز زي ما احنا عايزين، بس خلونا نعمله النهارده اكله صحيه كده لطيفه وحلوه، ويبقى واحنا بناكل السمان واحنا كاننا بناكل سمك، يبقى عندنا صبر شويه ونقزقز السمان لان مفيش حاجه تترمي منه. تعالوا نتبله مع بعض سريعا كده، نجهز التتبيله بتاعتنا. اول حاجه بناخد كل حبه من السمان دي كده، بنفتح ظهرها بالشكل ده كده، ونيجي على الصدر ده كده بالراحه خالص بسكينه كده حنينه اهو، نبدا ان احنا نجهزه بالشكل ده كده عشان ما ياخدش وقت كبير في السوى. السمان من الحاجات اللي ما تغسلوش بميه سخنه، ميه ساقعه. بنفتح ظهرها كده بالمقص بالشكل ده كده اهي، شايفين الحمار والحلاوه اهي اهي، نظافه اهي. فتحنا السمان بالمقص، بنغسله بميه ساقعه اهو زي الفل بالشكل ده كده اهو، وناخد دي كمان مع بعض اهو، واحده واحده. يوم الحد من كل اسبوع الاكل بتاعنا بيكون صحي، وزي ما اتفقنا مع بعض من البدايه تقدري تخشي المطبخ تعملي كل اكله نفسك فيها، حتى لو تعملي طبق فته هتعمليها رجيم، هتعملي طبق ام علي هتعمليه رجيم، وهكذا مهلبيه، الحاجات دي كلها. السمان كده جاهز، حضرته وجهزته، بنشيل دي كده عشان نوسع لنفسنا. وتعالوا مع بعض نعمل تتبيله خفيفه، يعني ما تخليش طعم السمان يهرب مننا. اول حاجه التوم الطازه بالشكل ده كده، نزود التوم. التوم مفيش مشاكل معانا فيه خالص، خلي بالك ليه؟ لانه طبعا بيحرق الدهون وبيعالج الكوليسترول. اي درانيات بصل توم جنزبيل. الفطير ده انا لما باجي اعمله زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، في اكلات لما بعملها وانا مخضوض خايف. طاجن باميه حلو، فسيخ، البط، الحاجات بتاعت الريف المصري والصعيد المصري الجميله اللي احنا مشهورين بيها. فطير المشلتت يا منار، وصي ماما لما تيجي تعمله لازم تجيب سمنه بلدي، من غير السمنه البلدي الفطير يتيم ملوش طعم. شويه زيت زيتون، ملح وفلفل، ونزود الفلفل شويه، الحمام والسمان يحب الفلفل الاسود. حلو الكلام، عشان كمان بيشيل الزفاره مع ان السمان مش زفر ولا حاجه. هستعين هنا بشويه كاري صغيرين عشان يبقى الطعم قوي. خلص الكلام، عصره ليمون يا عم الشيف، ومعلقه مستردة. الله، مستردة في المشوي؟ ده عصير ليمون والمستردة بتاعتنا دي كده. ده سيد الخلط. نقلب الخليط ده كله يا عم الشيف وننقع السمان فيه. ناخد الخلطة دي كده، شايفين؟ ادي حباية السمان تتجاب بالشكل ده كده ونجيب بطنها عينيا. ناخد حباية السمان بالشكل ده كده زي الفل نحطها هنا كده شفت ازاي الله واحطها هنا في جريل على النار بتسخن واحطها كده بره واحده واحده عليها كده لان السمان مش مستحمل اصلا. التتبيله دي حلوه قوي على فكره، اقولها تاني علشان تكتبها ورايا ازاي اشوي السمانه والحمام بالطريقه دي. تاني، بصله مفرومه ناعم قوي، سيبك من ميه البصل، بصله مفرومه ناعمه او مبشوره على ايدك كده بالمبشره، وتحط معاها شويه توم محترمين ناعم برضه، ونحط عليهم معلقتين من زيت الزيتون وشويه كاري ومعلقه مستردة وملح وفلفل وشويه بابريكا زي اللي معايا دي كده، الفلفله الحلوه صديقتي في المطبخ، والزعتر. بيسالوني يا شيف مغازي انت مش بتكتب مقادير ليه؟ يعني بتكتب مثلا ايه، بصلتين، جوز حمام، توم نص معلقه، وهكذا. حلو قوي. احنا مش هنقول ان احنا عايزين نبقى مختلفين، لا احنا زي الناس وكل حاجه وهم اساتذتنا وكل حاجه، ولكن ليا انا ملاحظه على الموضوع ده عايز اوضحها لحضراتكم علشان نبقوا عارفين احنا بنعمل ايه. لما انا بقول المقادير بصل توم بيبقى الاختيار ليك. انا واحده مش بحب البصل كتير، مش بحب التوم الكتير في الاكل، جوزي بيضايقه التوم بيضايقني وانا خارجه مع اصحابي، فازاي استخدم التوم مع قليل جدا، فما قيدش نفسي بمقادير فيها بصل وتوم بكميات معينه. احط المقدار زي ما انا عايز، ولما تشوفي الحلقه وتفاصيل الحلقه بالتاكيد هتعرفي التركايه بتاعت الشيف المغازي وباستخدامه للمقادير دي، ده مهم جدا. ولكن المقادير لما احط كيكه حلويات زي اللي انا عامله النهارده بحط المقادير كوبايه معلقه وهكذا علشان تظبط معايا المقادير. هنحط شويه زيت زيتون في الطاسه دي، مهم جدا ويقول لك المثل الشعبي اضرب الحديد وهو سخن. يعني ايه؟ يعني لازم تكون الجريلة سخنة ودرجة حرارتها عالية جدا، لأن السمان ما ينفعش إن أنا أحطه على جريلة باردة وينزل ميته والطعم بتاعه. وآخدها كده الله زي الفل الله زي ما أنا شغال كده الريحة الحلوة دي كده بعتذر للاساتذه المصورين للامانه تسلم ايدك يا شيف. من وقت للتاني بحط الصلصه دي كده الله الله خلينا ناخد بعضينا وهنطلع فاصل صغير ونرجع نشوف نقدم السمان ده مع خضار سوتيه، مع شويه برغل حلوين كده، مع شويه شعريه لطافه زي الفل، رز ابيض، هنشوف نقدمه ازاي مع حضراتكم. ما تنسوش معانا شوربه السمك بطريقه الشيف المغازي، وكمان باستا فلورا النهارده بطريقه جديده هيلسي ما فيهاش دهون ما فيهاش سمنه. هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، التفاصيل واسرار نجاح الاكله معانا. تعالوا نشوف مع بعض صوت السمان شقي على الجريلا. سامعين الصوت الحلو ده والريحه الحلوه؟ الصلصه بتاعتنا كل ما تخلص نزودها. طيب انا دلوقتي هجهز الخضار السوتيه بتاعنا، احطه في الميه يغلي كده على النار، علشان بعد ما يتسلق اشوحه في طاسه مع شويه روزماري، شويه زعتر، شويه ملح، شويه فلفل لطاف كده، وبلاش الزبده. احنا اتفقنا ان احنا بنهرب من الماده الدهنيه اللي بنستخدمها في الاكل لو بنعمل اكل صحي، بس لما تيجي للامانه الخضار السوتيه من غير معلقه زبده بنحس ان ناقصه حاجه. كوسه بالشكل ده كده اهو، عايزه تحافظ على لون الكوسه بخضرها وجمالها. الميه بتغلي على النار، بنحط فيها شويه ملح صغيرين وعود كرفس حلو كده بنحضرها، يعني جديده موضوع عود الكرفس ده في الميه اللي هنسلق فيه الخضار السوتيه، ما خسرناش حاجه، بيبقى طعم الخضار السوتيه لطيف وحلو. ادي الكوسه بالشكل ده كده، وقطعها خضار سوتيه بقدر الامكان، ده ما فيهوش منه خطوره خالص، خلي بالك مش مؤذي. وادي الجزر بتاعنا للامانه والمصداقيه اللي متعودين عليها من الشيف المغازي، الجزر ده مسلوق 3/4 سوا او نص سوا اهو، ده مهم جدا اهو. ليه يا شيف؟ لان الوقت بتاع تسويه الجزر طبيعي بيكون كتير شويه، الجزر بياخد وقت كبير، غير البطاطس غير الكوسه غير البروكلي. عينيا هناخد الكوسه، عندنا الميه اخبارها ايه؟ فيها شويه ملح، فيها شويه ملح، فيها شويه كرفس، فيها شويه كرفس، يبقى طعم الميه حلو، جاهز وبتحضر كده لسلق الخضار زي الفل يا عم الشيف. ناخد الكوسه نحطها هنا كده، يلا توكلنا على الله، معاها الجزر. شوف المفاجأة بقى، المفاجأة بقى البروكلي ينزل معاه، ده كله هيستوي مع بعض يا شيف. طبعا هنشوف الخضار والحلاوة دلوقتي في قلب المصفى كده اللي محطوطة فيها ايه؟ فين؟ في المية اللي بتغلي. نغطيه ولا ما نغطوش مش مشكلة، طالما حاطة شوية ملح مع المية غطيه كده عشان يستوي بسرعة زي الفل. ونبص على السمان اتحرق ولا ما اتحرقش، المال الحلال ربنا مبارك فيه، اللهم صل على النبي. انا بس بجيب كل واحده على بطنها وهو بالشكل ده، ونشوف السمان ولونه الحلو زي الفل، برضه هنخليه زي ما هو. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف السمان، ايه الريحه الحلوه دي يا شيخ، اللهم صل على النبي. طبعا كل السمان ما يعطش اسقيه، اسقيه بحبه. معانا طبق حلو، الطبق دي عليه طبعا شويه برغل، ممكن شويه شعريه بيت كده زي الفل، عينيه، ممكن نحط شويه رز ابيض عشان الاطفال الحلوين يحبوا الرز مع الخضار السوتيه، ممكن او مكرونه. الله على الريحه، الله على الريحه. ده الحمام، شيل دي من النار هنا. الله، سمان، خضار سوتيه، ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف. معانا كوسه، الله، معانا جزر، معانا بروكلي. الشكل الجميل برضو والصوره الحلوه كده اللي بتبقى على السفره بتلفت الانظار. في اطفال حلوين، حماتك عندك بتزورك، هي متعوده تروح عند الراجل بتاع الحمام يعمل الحمام المشوي وبالفريك، فاجئتيها انت حمام مع بروكلي، ايه ده يا بنت، ربنا يكرمك، يا حظك يا ابني، عندك مراتك بتعمل لك اشكال والوان، بروكلي مع سمان زي الفل. كوسه، معانا كوسه، لسه هوريكم الشوربه دلوقتي، بس ايه المخرج بيقول لي عايز اشوف السمان. ايه ده، ايه الحلاوه دي، خضار السوتيه كتير زي الفل. شيل دي من هنا خلاص، طبق شكله حلو ممكن اتصور معاه. نبص على السمك ونصلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. مطبخنا النهارده صحي بقدر الامكان، مدرسه المغازي بتقول بنخش جوه الاكله بنعمل لها ابحاث من الماده الدهنيه اللي موجوده فيها، زبده، سمنه، المكونات بتاعتها بيض، بنستغنى عن الصفار وناخد البياض. زي ما النهارده اشتغلت في السمك واشتغلت في العجينه بتاعتنا، حطيت بيضه واحده بس. وبنقدر ان احنا نقدم الاكل بتاعنا هيلثي بقدر الامكان، لان لازم يكون عندنا يوم في الاسبوع، وانا اخترت يوم الاحد، يعني ممكن يكون اي يوم مع بدايه الاسبوع يعني. وبنقضي بعد كده بقى المحمر والمشمر والمحاشي والحاجات اللي احنا بنشوفها دايما من خلال ايام الاسبوع. رؤيه، فن، ابداع، واكل صحي بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماسبيرو.